ومن أكثر العبادة في الخلوات ثبته الله عند الشدائد والمدلهمات. ومن قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي بإسناد صحيح. وفي زمن التقلبات والانتكاسات ينبغي اللجوء إلى الله ودعاؤه والتضرع إليه. وفي زمن التقلبات والانتكاسات ينبغي اللجوء إلى الله ودعاؤه والتضرع إليه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فاسألوا الله الثبات. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه زمان المرتدين يقنت لنفسه في صلاته فيتلو: ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم يا مثبِّت القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك.